السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نكشف نتائج استخدام السمارت بوت أو الأصيص القماشي، وراح أبين لكم النبتة اللي في الأصيص القماشي هذه، واحد ثاني عندي، فراح أبين لكم النتائج واستنتاجاتي عن الأصيص القماشي أو السمارت بوت. مثل ما احنا شايفين هذه نبتة الفلفل اللي في الأصيص القماشي اللي زرعناها أو السمارت بوت. فباختصار الاستنتاجات اللي حصلتها من الأصيص التجربة هذه أو تجربتي مع الأصيص القماشي، إن أنا شخصيا ما أنصح فيه، لأنه صراحة يجف بشكل سريع جدا، بشكل جدا مزعج. يعني يجف لدرجة إن يعني الأصائص البلاستيك للحين عندي فيها ماي، وهذه يجف بشكل سريع جدا. في بعض النباتات اللي كانت عندي في الأصيص القماشي وشلتها من الأصيص، فعلا الجذور ما فيها التفاف كثر ما في الأصيص البلاستيك، لأنها يعني تتمسك في القماش وأيضا تطلع من القماش. مثل ما احنا شايفين الجذور تطلع من القماش، فتقدر تطوف من القماش، فهذه أعتبرها سلبية ثانية، أن استخراج النبتة من الأصيص أيضا مزعج، لأن الجذور ماسكة في الأصيص نفسه أو داخلة في القماش نفسه. فعموما أنا ما أنصح بالأصيص القماشي، هذه تجربتي أنا شخصيا، لأنه صراحة يجف بشكل سريع وصعب جدا أن أرد أروي التربة مرة ثانية بشكل غزير بسبب شدة الجفاف اللي في التربة. فهذه تجربتي شخصيا مع السمارت بوت أو الأصيص القماشي، ما راح أرد أستخدمها مرة ثانية الصراحة. وعشان أبين لكم مدى سرعة جفاف هذه الأصائص، لسبب ما أنا غلط وبدون ما أفكر، كان عندي شيرة خوخ كنت أحتاج أكبر لها الأصيص، حطيتها في أصيص قماشي، خلال أسبوع واحد كنت بخسر الشجرة بسبب الجفاف. وبداية دخولنا في موسم الحر والصيف، الشجرة يعني مرت في صدمة شديدة، الأوراق جفت، كانت الشيرة بتموت. فعلى طول نقلتها إلى أصيص 40 لتر بلاستيك، وعززت لها التربة والري ودخلتها في الظل عشان شوي تسترد عافيتها وتسترد قوتها وترد تعيش. فإن شاء الله شجرة الخوخ ما أخسرها، ولكن هذه تجربتي مع الأصيص القماشي. فأتمنى أن استفدتوا من هذه التجربة وهذه سلسلة الأصيص القماشي. قد تكون عندكم أنتوا تجربة مختلفة أن تحسون ناجح وينفع، الاختلاف وارد والاحتياجات مختلفة، فما يمنع ان انا تجربتي كانت سيئة، غيري عنده الأصيص القماشي يكون جيد، ولكن انا انقل لكم تجربتي الشخصية. فمن تجربتي الشخصية ما انصح بالأصيص القماشي، ولو ان سعره رخيص، نسبة الجفاف، واحنا الجفاف عندنا عموما مشكلة، فما انصح فيه كمنتج ان نستخدمه. فأتمنى أن استفدتم من هذه السلسلة ومن الفيديوهات عن الأصيص القماشي، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار بخصوص ذي الموضوع أو أي موضوع ثاني ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم أو تعليقاتكم بأسرع وقت ممكن. وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. في أمان الله.